فإن شاء الله حنتعرف على خصائص الخط، كيف بدنا نغير حجم الخط ولونه واسمه نوع الخط. تمام، أول حاجة عندي حاجة اسمها هيدنج. إيش يعني هيدنج؟ العنونة. في عندي في الهيدنج حاجة بنسميها اتش واحد، واسم اسمه اتش واحد، بداية ونهاية. تمام، عندي في العنونة 6 أحجام، أكبرهم اتش واحد وأصغرهم اتش 6، في 2 و3 و4 و5 و6، يعني هي 1 هي 2 3 5 6. تمام، لو كتبنا هنا هيدنج 1 2 3 4 5، ستة. تمام، وجينا نعمل ريفرش في الصفحة. عندي أكبر واحد مين يا جماعة؟ اتش واحد، وأصغر واحد اتش 6. ممكن يجي سؤال في الامتحان، واضح؟ موضع سؤال في الامتحان. هذا بالنسبة لمين يا جماعة؟ للعنونة. تمام يا جماعة؟ طيب هلو، هذا شايفينها؟ او هنا في الاتش واحد، ممكن هذا اعملها سنتر، واسم عندي اسمه سنتر. ايش يعني سنتر؟ في الوسط، بداية ونهاية، هي كنترول اس جاب ليها في النص. طيب لو ما عملتش نهاية، كله في النص، عشان هيك لازم الوسم اللي عمله بداية اتأكد من نهايته يا جماعة. طيب في عندي حاجة اسمها، او بلاش هنا نشتغل، نشتغل على هذه. تمام، هاي سنتر وهاي نهاية السنتر. تمام، بدي اعمل هنا بي. ايش يعني بي؟ بولد، عريض، ونهايته البولد. تمام، هاي ريفرش، ايش صار؟ عريض. طيب عندي يو، وهي نهاية اليو. ايش يعني؟ تحتي خط، واضح؟ طيب في عندي اي، ايش يعني اي؟ مائل، جود، واضح؟ مش سامع. واحدة واحدة. في عندي يا جماعة حاجة اسمها سترايك، ايش يعني سترايك استاذ؟ هي استاذ يعني في النص خط، في الوسط الكلمة خط. تمام، في عندي وسم اسمه اي ام، تماما مساوي للوسم اي، واضح؟ اي ام بيساوي الاي، يعني خط مائل. تمام، في عندي وسم
اسمه يا جماعة strong. مكافئ يا جماعة لمين؟ للبي. طبعا بداية ونهاية واضح، يعني لو شفتوا اي ام تعرف انه مائل، تستخدم هذا او هذا as you like، فيش مشاكل، الاثنين بيعملوا نفس الحاجة. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب عشان هذا اخلي لكم اياه ممكن تستفيدوا منه، حاعملوا تعليق. كيف التعليق في ال HTML؟ تعليق في ال HTML يا جماعة بالشكل هذا. نبدأ وسم، علامة تعجب، شرطين، ناخذ مسافة، شرطين، علامة تعجب. هذا ايش؟ تعليق. يعني هذا الكلام ماله؟ مش حيظهر. اي كنت لو استعمل هنا تحديث ظهر هنا يا جماعة. عشان ايش؟ عشانه مش نفس السطر. تمام، علامة تعجب شرطين، بعدين شرطين وعلامة الأكبر. هذا يعني تعليق يا جماعة مش حيظهر وين عندي في الكود، هذا بس توضيح للكود. تمام يا جماعة؟ واضح؟